الفيديو اللي فات اتكلمنا عن الموتور تراكس وقلنا البيراميدال والاكسترا بيراميدال وفهمنا سبب تسميه البيراميدال تراك. قلنا البيراميدال تراك ده هو ثلاث تراكس مع بعض، كورتيكو نيوكليير، كورتيكو بامبر، كورتيكو سباينال. كورتيكو سباينال قلنا 80% كراس وينزل على الديستال ماسلز و 15% اسمه فنترال كورتيكو سباينال وكروس عند اخر ليفل في السباينال كورد و 5% ان كروس. وفهمنا اهميه كل واحد. التراكت ده اسمه اكسترا بيراميد، واضح من الاسم انه ما بيعديش على المدار او ما يعني ما بيعديش على الجزء الهرمي في المدار، لا هو بينزل على المظله بس ما بيوصلش للبيراميدال فايز. فانا دلوقتي هرسم مربع وهكتب عليه اريا 6 وتعالوا نشوف الملاحظات بتاعتها. اللي فاتت البيراميدال تراك كان بدا من ثلاث اماكن، اريا 4 واريا 6 وسنسوري كورتكس اريا 1. اما اريا 6 هنا قالت انا هاخد سكه اضافيه، يبقى اريا 6 ليها 2 تراكس. اريا 6 قالت انا هبعت الاشارات بتاعتي الى بيزل جانبيا، نيوكلياي موجوده تحت الكورتكس. وفاكرين لما شرحت اريا 6 قبل كده قلت لكم ان ليها علاقه بالاوتوماتيك موفمنتس، وقلنا ان البيزل جانبيا هو مخزن الحركات الاوتوماتيك زي القرايه الكتابه الكلام، فدايما الكونكشن لازم تكون فاهم. طب نكمل كلامنا، بيزل جانبي قالت ايه بقى؟ قالت انا هوسع السيجنال الى كذا مكان. بصوا بقى ركزوا معايا، اماكن كتير والاماكن اللي عاملها بالاسهم دي هي البرين ستام، يعني البرين ستام في 100 برين بونس مدار. حلو، مين اللي في ال 100 برين اللي هتبعتي له اشاره؟ قالت الراد نيوكليس ده موجود في ال 100 برين. حلو، وهتبعتي لمين كمان؟ قالت انا هبعت اشارات الى الريتيكولار فورميشن. والريتيكولار فورميشن جزء منها موجود في البونس والجزء الثاني موجود في المضلة. انا بعرفك الاول على الاماكن اللي هيتم توزيع الاشارات اليها وبعد كده نتكلم بتفاصيل. طب وتوزع كمان فين؟ قالت هوزع في الفيستيبولار نيوكليوس اللي موجوده في المضلة. يبقى لغايه دلوقتي المضلة اتقالت مرتين. وعشان ما ننساش ال 100 برين كمان في مكان اسمه تاك تام اوف ذا ميبرين اللي هو الخيمه او سقف الميبرين. يعني ايه بعتت في الميبرين لمكانين؟ راد نيوكليس وتكتب. بعتت للمظله في مكانين هما الفيستيبولار نيوكليس والشبكه اللي اسمها ريتيكولار فورميشن. وكمان هتبعت للانفيريور اوليفر نيوكليس اللي موجوده برضه في المظله. يعني واضح ان المضله اتكررت ثلاث مرات على البورد. هنبعت لها اشارات والميد برين اثنين والبونز واحد. دول البرين ستام اللي احنا هنشغلها النيوكليوي اللي فيهم. سؤال مهم، انت كل واحده من دول نازله عليك انتيريور هورنسن، يعني ريد نيوكليس تشغل الانتيريور هورنسن، البونز هينزل منها سيجنال على الانتيريور هورن سيل اللي في المضله، يعني كلهم هيشغلوا مجموعه انتيريور هورن سيلز ويشغلوا مجموعه ماسلز. ايه اللي لازم نعرفه في التراكتات دي؟ يعني انت كده هتشرح كام تراكت؟ من تيك توم هقول تو تراكتس عشان نعد، والريد نيوكليس هقول تراكت، وهنا هقول واحد وواحد، وهنا واحد وهنا واحد. يبقى انا هتكلم على سبعه تراكس، اثنين وادي خمسه، سبعه تراكس. اي تراكت من دول لازم تجاوب لي على خمس نقط. كل تراك، ودي قاعده هنبلوزها دلوقتي.
بتاعته ايه؟ الرابعه. بصوا بقى دي النقطه المهمه، لو حصل ليجن مقطع. والنقطه الخامسه نوع الامبلس اللي نازله من التراك. يبقى نقول تاني، كل تراك لازم تقطع بقدر الامكان بدايته نهايته. نوع الامبلس اللي نازله فيه الاعصاب الفا ولا جانا هتفرق معانا بعدين. فانكشن يشغل انهي مصل، ولو حصل قطع يبان على العيان ايه. طيب نبتدي بدايه بالريد نيوكليس اللي في الميمبرين. قلنا لها انت الاوريجين ايه؟ قالت ريد نيوكليس. طب والنهايه؟ سباينال كورد انتيريور هورن سيل. لغايه دلوقتي الكلام مبدئي، بس اسم التراكت ايه؟ ريد اسمها باللاتيني روبرو، يبقى روبرو سباينال تراكت. ده اسم التراكت. يبقى انا قلت فيها دول اول اثنين. يهمني بقى الفانكشن. الريد نيوكليس قلناها في فيديو الاسترتش ريفلكس قبل كده. فاكرين لما رسمنا جدول وقلنا ان في سنترز بتزود التون وسنترز تقلل التون، اللي بيقلل التون كانت من ضمنها ريد نيوكليس. يبقى الفانكشن بتاعتها بتاعت الريد نيوكليس ايه؟ واحد ديكريز التون. هتقولي ديكريز التون بتاعت مين؟ اوف اكستنسورز ماسلز. يعني ايه ما بتشغلش الاكستنسور؟ ما بتخليكش تفرد صوابعك. يبقى بالعكس بتشغل مين؟ بتزود التون اوف فليكسوس. قالت انا هخليك تشغل الفليكسور. سالناها سؤال، انهي فليكسور؟ يعني انت تساعدي ان انا صوابعي تتني وامسك القلم؟ قالت اساعدك بس مش انا الاساس. الاساس هو اريا فور اللي قلناه لاتر كورتيكو سباينال تراكت. امال انت الاساس في انهي فليكشن؟ بص بقى زوم عليا كده. لما تمسك حاجه بقبضه ايدك كده انت مشغل جوينتس كتيره. قالت انا بعمل فليكشن اه بس مش فاين، انا مش ببني صباع جوينت واحده، انا بساعد ان انا ادني اكتر من جوينت. يبقى الفايده المهمه ليها ايه بقى؟ كرود فلكشن، يعني فلكشن اوف ميني جوينتس. طيب امال الفلكشن اوف ديستال جوينتس بس انت فرنجيان بس ولا بمسك القلم؟ قالت لا، انا ويك اولترناتيف، انا بديل ضعيف لاريا 4. ودي قلناها الفيديو اللي فات. اريا 4 هي اللي بتشغل الديستال لمب ماسلز باللاترال كورتيكو سباينال تراك. اذا اريا 4 باظت انا ما اقدرش اعمل شغلها، لكن اقدر اعمل ايه؟ كروت فلاش. وده سؤال بيتسال في الشغل، يقول لك اريا 4 باظت تقدر تعمل ريست فليكشن؟ هقول له اه، لان الريد نيوكليس شغال. مين اللي بيشغلها؟ بيزال جنب. طب ومين اللي بيشغله؟ اريا 6. يعني لو اريا 4 باظت لاترال كورتيكو سباينال تراكت، وايه يعني؟ انا عندي سكه بديله زي العربيه، عجله باظت، طب انا عندي ستيب، ايه السكه البديله؟ اريا 6. قالت انا بساعد اريا 4 اه، بس لو باظ اريا 4 انا ليا تراكت خاص بيا، انا مستقله بذاتي. انا ابعت البيزا الجانب، والبيزا الجانب هيشغل الريد نيوكليس اللي موجوده في الميد برين. وايه يعني؟ هتقدر تعمل ريست فلاش. طب دي مفيش مشكله، في فايده خمسه للريد نيوكليس؟ الاجابه اه، ليها فايده مع السيريبيلوم. مش هنقولها في هذا الفيديو، لان السيريبيلوم ده حوار جامد جدا واخر فيديو في الموتور السنه دي، فمش هنتكلم على علاقته بالسيريبيلوم دلوقتي. يبقى لغايه دلوقتي انا قلت اوريجن والنهايه وقلت الفوائد بتاعته. طيب انا عايز اتكلم عن نوع الامبلس. يعني ايه نوع الامبلس؟ الريد نيوكليس دي يا جماعه لو رسمناها كده، دي موجوده في الميد برين، ونتخيل ان فوق في اريا 6 ونعملها بلونها
ستة بتشغل الريد نيورونز عن طريق بيسال جانجليا، وده الميد لاين بتاعنا. تمام؟ الفايبرز بتعمل ايه؟ كروسنج للناحية التانية. حد ملاحظ حاجة؟ إن الريد نيوكليس الفايبرز اللي خارجة منه عدت الميد لاين عشان تشتغل مع اللاترال كورتيكو سباينال تراك اللي قلناه الفيديو اللي فات. ما هو اللاترال كورتيكو سباينال كان بيعمل كروس، قالت أنا بساعدك في الفاين موفمنت بس مش أساسي. سؤال بقى، ندى خايف هي نازلة على الأنتيريور هورن سيستم بتنزل أي نوع من الإشارات؟ ألفا. ليه؟ الكلام ده يفرق معانا في إيه؟ فيما بعد هقول لك لو التراكت اتقطع تتوقع إيه اللي هيحصل في العيان؟ التون يزيد ولا يقل؟ طب الإمبرس اللي راح للعضلات تبقى أكتر يضحى ألفا ولا جاما؟ هتقول طيب وأنت كتبت ألفا إمبرس في الأعصاب على أساس إيه؟ لا دي تتحفظ. مفيش كتاب في العالم قال امتى التراكت ينزل الفا او جاما، ده نوع الاشارات الحركيه ما اتقالتش، بس لقوا ان اساسها مين؟ الفا. نيجي لاخر نقطه ليجن. بصوا انا هعمل حركه دلوقتي بالخط الازرق اهو، قطعت تحت الريد نيوكليس، يبقى حصل ايه بالعقل؟ تقولي بالعقل الانتيريور هورن سيل ده ما اشتغلش. طب هو ده بيشغل اي ماسلز؟ الفلكسورز اللي انا قلتها رقم اتنين، انا بشغل الفلكسور ماسل، فاذا حصل قطع تحت الريد نيوكليس الفلكسور ماسلز للعقل مش هتشتغل. امال مين اللي هيشتغل بالعكس؟ اكستنسور، لان الريد نيوكليس كان بيقلل كونتراكشن اوف اكستنسور ماسل. اذا باظ يحدث العكس، فالعيان مجراله ايه؟ بصوا بقى عليا همثلها لكم وعشان تشوفوها اهي. العيان يبقى واقف كده عنده اكستنشن في ايديه فظيع، مش ان انا عامل كده وايديا فيها جزء مادي، انا واقف كده عادي وده سوينجنج او بيتمرجح، لا بصوا ده ايديه بصوا اهي راجعه لورا وبيبقى عامل كده، وبيسموها ريجيديتي. ريجيد يعني مخشن، التون فيه زايد. طب انت قطعت تحت مين؟ الريد نيوكليس، يعني انت فصلت الكورتكس اللي فوق يا جماعه ده الهاير، فصلته عن الانتيريور هورن سيل، فسموا الليجن بيس دي سيريب ريت ريجيديتي. ده مهم جدا. كلمه دي اي يعني ريموفال، مش قصدي ريموفال قطعنا السريبرال كورتكس ولامينات، لا فصلنا اللي فوق عن الماسلز اللي تحت، وادي مكان القطع مكان ايديا. فصلت ادى الى ايه؟ يعني ايه ريجيديتي؟ تون زاد في انهي ماسلز؟ اكستنسور ماسلز. الكلام ده في غايه الاهميه، هتتسال في الكلام ده في الشفه. خلصنا الريد نيوكليس، نتكلم عن التكتم اوف ميد برين. التكتم لو مذاكرين اناتومي هتلاقوا فيه نوعين من النيوكلياي جوه التكتم، واحد اسمه سوبيريور كوليكولس والتاني اسمه انفيريور كوليكولس. ايه الفرق بين الاثنين؟ سوبيريور يا جماعه هو المسؤول عن الفيجن، عن الرؤيه، اما الانفيريور هو السنتر اوف هيرنج السمع. يعني ايه مش فاهم؟ لما هتاخدوا في السبيشال سنس في الترم الثاني هتعرفوا ان الفيجن ليه باس واي عشان تشوف. القصه مش اوبتيك نيرف عصب البصر شاف، هيبعت الاشارات لمين؟ سوبيريور كوليكولس. عشان الكلام يبقى واضح، عارفين السوبيريور كوليكولس دي لولاها كنت انت كبشر فقدت قيمه التواصل مع الناس. يعني انا واقف اهو عند البوت، لو انا عايز احرك راسي وعينيا ناحيه اوبجكت معين انا محتاج سوبيريور كوليكولس،
ناحية ضوء ناحية حاجة، يبقى بترن ذهاب towards the object، ودي في منتهى الأهمية. طب الـ inferior colliculus دوره إيه؟ دوره إن يخليه تحرك راسك ناحية الصوت، مسؤول عن الصوت. واحد بيكلمني بيرد عليا، أبص وأشوف ده مين، معدي الشارع ومش واخد بالي إن في عربية ورايا، بصوت الكلاكس أنا بجري عشان أبعد لها مكان. يعني الـ inferior والـ superior colliculus مهم to face danger. اتسمى الـ superior colliculus إيه بقى؟ visu spinal reflex، ودي مهمة أوي. visu يعني visual بتاع الرؤية. طب ليه سموها spinal؟ لأنه هينزل منها تراك للأنتيريور هورن سيل. طب الـ inferior colliculus سموها audio لأنه خاص بالسمع، audio spinal. بأمانة في الكتاب ما مشيش بالخطوات دي، يعني ما قاليش نوع الامبلس ايه، ما قاليش ليجن ايه، دايما تلاقوا الخمسه دول هيطبقوا على تراكتس معينه من السبعه، مش قاعده عامه على الكل. يبقى كده صح على التكتم وادي النيوكلس. نتكلم بقى على الريتيكولار فورميشن اللي هي بونز ومضله، وعايزكم تتخيلوا اللي هعمله. هنسع واسع لنفسي لان الجزء القادم مهم جدا. يا جماعه الريتيكولار فورميشن هي شبكه طويله جدا في البرين ستيم. اهي ادي الشبكه بتاعتي في البرين ستيم، واخده من بدايه الميد برين فوق للمظله تحت. بصوا بقى الشبكه دي يهمني اتكلم على وجودها في مكانين، في البونز بوجودها في المظله، ونعمل المظله بلون تاني. بصوا بقى الشبكه دي لازم هتستقبل الاشارات منين؟ تقول لي من الكورتكس. موتور كورتكس بينزل منه ديستاندنج فايبرز الى البرين ستيم. ميد برين بونز مظله، يعني يا دكتور لازم دي هتشتغل ولازم ده يشتغل. بصوا بقى الريتيكولار فورميشن اللي في البونز قلنا له ايه دورك؟ قال انا دوري ان انا بنزل تراك على الانتيريور هورن سيل، اعمل لها ايه؟ من البلون تاني ستيميوليشن. انا اللي بشغل الانتيريور هورن سيل، قلنا له اي عضلات هتشغلها؟ انا هشغل الانتي جرافيتي ماسلز اللي هم فلكسور بتاع الابر ليمب واكستنسور اوف ذا لور، عضلات اللي بتواجه الجاذبيه. اما المظله قلنا لها طب انت ايه دورك؟ قالت انا العكس، انا اللي انهبت الانتيريور هورن سيل بتاعه الانتي جرافيتي ماسل. وكان ربنا بيعمل، مش كان حاشا لله، هو عمل كفه ميزان متعدده. اللي بيشغل الماسلز دي انت اللي بيوقفها، فاعمل علامه تساوي. يا جماعه احنا الاثنين قد بعض، بدليل الكونتراكشن اللي عندنا في عضلاتنا، لا هو زايد قوي ولا هو قليل قوي. يبقى انت رديت على ايه؟ اوريجن بونز، اوريجن مظله، انت انتيريور هورن سيل، شايفين فاكرين القواعد؟ رديت على الفانكشن، ده يشغل الانتي جرافيتي وده العكس. طب نوع الامبلس اساسها ايه؟ جاما امبلس. نوع الكهرباء اللي ماشيه في الاعصاب جاما. فاكرين الاستريتش ريفلكس لما شرحته؟ قلت الكورتكس بينزل كهرباء طول الوقت اسمها جاما ستاتيك الثابته، اللي كانت بتعمل كونتراكشن للبريفرال بارت اوف الماسل سبين في النيوكلير تشين والحوار ده هترجعوا له بعدين. طب ده جاما طول الوقت بيلعب جاما. السؤال بقى مهم، مين فيهم يعتمد على الكورتكس؟ المظلة فقط تعتمد على الكورتكس. هتقولوا لي ايه الكلام الغريب اللي انت كاتبه على البورد ده؟ عايز اقول لك ان الريتيكولار فورميشن بتاعة البونز تقدر تشتغل لوحدها لو السكة دي اتقطعت. اذا تقدر تشتغل لوحدها، استنى يا دكتور،
ده بيفكرنا بالهارت في بيس ميكر، فاكرينه؟ لو انت قطعت السيمباثيك انا كده كده شغال، مش هشتغل اسرع قوي بس شغال. عشان كده الكتاب جه على البونز وقال فيها كلمه جميله، انترنسك اكتيفيتي، انترنسك ذاتيا، اقدر اشتغل لوحدي. معنى الكلام ده يوصلنا لعنوان الليجن، حصل قطع مين هيشتغل فقط؟ البونز. اما المظله قالت لا، انتوا لو قطعتوا التراك انا مش هقدر اشتغل، انا اسف. طب تعالوا نتتبع، طالما المظله ما اشتغلتش يبقى ما عملتش ايه؟ انهبيشن للانتيريور كورنسيل، الكلام ده ما حصلش. يبقى مين شغال بس؟ اللي بيزود التول. فيحصل في العيان ده ايه؟ هايبرتونيا، تون زايد، كونتراكشن زايد، زايد في انهي ماسلز؟ في الانتي جرافيتي اللي بيشغلها، بس المره دي هيشغلها بزياده. طيب نوع الانبلس ايه؟ جانا، عشان كده سموا المرض باسم جانا. بصوا بقى اللي جايه سباستيسيتي، ودي مهمه جدا. سباستيسيتي، وعايز اعمل زوم في كلمتين، سباستيسيتي وريجيديتي. ايه الفرق؟ لو فتحت القاموس الاثنين نفس المعنى. ريجيديتي التون زاد مخشب، سباستيك برضه التون زاد مخشب والعضلات مشدوده. ايه الفرق بين الاثنين؟ هنعمل جدول مقارنه بينهم في العمل، وهقول لك حسب نوع المصل، وهنتكلم على التست. موضوع رائع جدا، بس هي الفكره لازم كل تراك زي ما قلنا تتكلم على اوريجن وانت ونوع الامبرس اللي نازله في التراك، فانكشن شغل انهي ماسلز، والخمسه ليجن سميتها. طبعا الليجن ده بيراميد التراك ليجن، انت قاطع السكه اللي نازله من الكورتكس. الكلام ده هنقوله في فيديو الليجن. ناقص لنا بقى نقطتين، فيستيبولار وانفيريور اوليفر نيوكلس. بس قبل ما اجيلهم في نقطه مضايقه الطلبه كل سنه، يقول لك ايه في الكتاب؟ ريتيكولار فورميشن ان ذا ميدل ريسيف سيجنال فروم، ويرص لك اسامي من غير ما تحفظ. الريتيكولار فورميشن اللي في الميدل بتعمل ايه على التون؟ بتقلله، شيء طبيعي للعقل. مين اللي يشغلها؟ الاماكن اللي في الكورتكس اللي اعلى منها اللي بتعمل نفس شغلها. دايما الطيور على اشكالها تقع، انت بتقلل تون يبقى مين اللي يشغلها؟ اللي بيعمل زيك. عشان كده بقى عايزكم تتخيلوا ده الريتيكولار فورميشن اللي في المظله اللي هيشغله الاماكن التانيه. اريا 6، طب ما هو بتقلل التون وده في الموتور كورتكس. باليو سيريبيلا، باليو ده اللي بيقلل التون. جدول المقارنه بين الفاسيليتاتي والانهبيتوري ستراتش ريفلكس، ومين كمان؟ ريد نيوكلس. قالت له انا فوقك في الميد برين، انا بقلل التون زيك، فالتلات اسهم يشغلوا الريتيكولار فورميشن لان نهايتنا واحده، هنقلل التون والعكس ريتيكولار فورميشن امبونز. نيجي للفيستيبولار نيوكلس، نازل منه فيستيبولو سباينال تراك. المهم بقى ده يشغل انهي ماسلز؟ الترانك والبروكسيمال ماسلز والانتي جرافيتي ماسلز. يبقى انا قلت الفانكشن. طب سؤال، نوع الامبونز اللي نازله منه ايه؟ الفا. يبقى اذا احنا لاحظنا حاجه في الفيديو ده، اللي بينزل الفا امبلس كانوا اتنين، فيستيبولار نيوكليس وراد نيوكليس، واللي نزل الجانا اساسا كان الريتيكولار فورميشن بونز ومضل. ما فيهاش اي مشكله، كتب الاناتومي تقول لك فيستيبولار نيوكليس تو تريكس ميديال ولا تف.
بتفرقش معانا كتير. inferior وليفر نيوكلس ده على فكره هو اللي هيبعت البروبيوسبشن الى السيربلوم. تذكروا هذا النيوكلس شبه الزتونه الف موجود في المضله. انا متصل بالسيربلوم وهنعرف ازاي في فيديو السيربلوم. والتراك بتاعه بينزل على السيرفايكال سيجمنت. يبقى دلوقتي اللي انا قلته ايه في الاكسترا بيراميدال تراك؟ سبعه تراكس، اثنين من التكرم سوبيريور وانفيريور، هتعدوا معايا. واحد من الريد نيوكليس برضه ميد برين، اثنين من الريتيكولار فورميشن بونز ومضله، السادس فيستيبولار نيوكليس من المضله، السابع انفيريور وليفر نيوكليس. والسبعه تراكس لازم اكون حاطط في دماغي origin و end و function type of impulse و lesion. ناقص هذا الفيديو ده تلات عناوين. ايه فايدة الاكسترا بيراميدال تراكت؟ ودي انا مش هقولها. طب ليه يا دكتور مش هتقولها؟ لان هو بدأت من اريا 6 وعملنا فيديو قبل كده موتور كورتكس فوائد اريا 6 هفكرك بيها. اي فايده في الموت لازم تجاوب على ثلاث نقط. موفمنت، الاريا 6 بتشغل اي عضلات؟ هل عضلات الايد؟ لا، انت قلت بروكسيمال وقلت ترانك، يبقى اول حركه جراس موفمنت وتساعد اريا 4 في الفاين موفمنت. طيب هل ليها علاقه بالتون؟ بتقلل التون، دي عرفنا انها انهيبيتور. ليها علاقه بالريفلكس؟ هايبو ريفلكس. ليها علاقه بالموتور ميموري؟ ايوه. ازاي يا جماعه؟ هي فيها ذاكره في الحركه. نهب كده في الفيديو، عايز امسك القلم ده، يبقى عشان امسكه لازم انا اكون متصل كاني يا سته بالمكان اللي يقول لي كنا بنمسك القلم ازاي. اذا جنبك واحنا صغيرين كنا بنتعلم ازاي نعمل حروف ادي ايه ونقطها ونعمل كده. زمان في كيجي 1 اللي هو تريس اتعلمناه، وتعلمنا ازاي نمسك القلم فيها الموتور ميموري، وقلنا الليجن بتاعتها المره اللي فاتت. طيب ناقص لنا في الفيديو ده عنوانين مهمين، جدولين مقارنه لازم اقول. بعد ما اتعرفنا على الموتور تريكس سواء بيراميدال او اكسترا بيراميدال، انا عايزك تفرق لي ما بين بيراميدال تريكت اند اكسترا بيراميدال تريكت. السؤال ده شبهي وعمل. بصوا بقى، البيراميدال تريكت هحطه مع الاكسترا بيراميدال، هتكلم على نقط كتير والنقط سهله قوي. اول نقطه الاوريجن. بيراميدال تراكت ده بدا منين؟ بدا من اريا 4 اريا 6 وسوماتيك سنس كورتكس 1، يبقى الاوريجن بتاعه كورتيكال. اما الاكسترا بيراميدال تراكت ده نزل في اماكن مش كورتيكال، ده نزل عند البيزل جنب اللي هي السب كورتيكال ستراكشر. يبقى اذا هو ايه؟ بدا من الكورتكس اريا 6 وكمان اكسترا كورتيكال اللي هي بيزل جنبي، يعني ليه تو اورجنز. نيجي للنقطه الثانيه، اللوكيشن بتاع التراكت. يعني ايه قصدي باللوكيشن ومكانه؟ بيراميدال من اسمه اتجمعت في بيراميدال فايبرز ان